بعد نحو قرن من الزمان تتأجج حرارة الحرب مرة أخرى من تحت الرماد في مناطق النزاع بين أذربيجان وأرمينيا لتلتهب الحدود بينهما مجددا بنيران القذائف والصواريخ والمدافع. بعد أن أقدمت أرمينيا على قصف مواقع سكنية في أذربيجان ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين. الرد الأذري جاء سريعا بقصف نقاط قيادة الجيش الأرمني ومنشآته العسكرية بالصواريخ وقذائف الهاون لتشتعل المنطقة بالمعارك منذ يومين. وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت إن الاشتباكات ما زالت متواصلة على خط المواجهة بين البلدين، وأن قواتها تحاول استعادة السيطرة على مناطق أخرى في المرتفعات الاستراتيجية التي تحتلها أرمينيا بعد تمكنها من استعادة 6 قرى كانت تحتلها القوات الأرمنية. الاشتباكات مسلحة اندلعت داخل منطقة ناغورنو كاراباخ التي تقع داخل الأراضي الأذرية، فيما يتبادل البلدان الاتهامات بشأن المسؤولية عن البدء بالاعتداء. وفي هذا الوقت يرى مراقبون أن هذه المعارك هي الأعنف منذ عام 2016. هذه المعارك باتت تهدد ممرات النفط والغاز الاستراتيجية جنوب منطقة القوقاز التي تزود الأسواق العالمية بحاجتها من الطاقة، ما قد يؤثر على أسواق النفط العالمية كما يقول الخبراء. وأمام التخوف من اتساع رقعة المعارك بين البلدين، دعت العديد من البلدان حول العالم طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعرب عن قلقه من اندلاع اشتباكات مسلحة بين أذربيجان وإرمينيا، داعيا إلى إيقاف التحركات العسكرية في منطقة قرباغ، معتبرا أن الحل الوحيد للنزاع هو العودة إلى طاولة المفاوضات دون أي شروط مسبقة.